التقيت به هو راه دابا غير قال لي تمشي للكوكب، هو راه ما كاين لا كوكب لا والو. هو عيط للحراق، الحراق كان في المكتب المسير ديال الماس. على قبل الله اكبر. هو عيط ليه قال لي راه بيضو غادي ندير الكوكب، قال لي لا تسنى. هو ديك الساعه كان في المكتب المسير ديال فريق المغرب الفعلي، قال لي تسنى انا جاي. جا سي الحراق وطقت به مؤخرا شحال هذه باش تشوش. هو كان سببي في الالتحاق ديالي بالماس، وعيط للمرنيسي. وانا الماس كانت علاقتي معاهم مزيانه، كنت مصاحب معاهم تما في الشبكه الماس دائما الي روتور لا فاس ولا في الفتح كنت كنسجل عليهم، ولكن مع دائما كتعرف لاطاكو مي كيفرح وهادي، ولكن دائما كان دائما كنت كنفرح انا مع الجمهور ديالي. المرنيسي بضوطان اواه صافي عيطوا للحانات تفاهموا معاهم. مشيت للماس وشوف مشيت ما قربش للتيران طراجه ديك الساعه، ما مشيتش عنده صافي. مشيت زيت باكتات المرنيسي تفاهم مع حانات، مشيت للماس يتفرقع اخويا جا. والرجا خصنا لقيت هاد اللي مشيت فيها، علاش كون بقيت الرجا حيت كانوا ديك الساعه حيت من المرتبه 14 كانت ما كان موسم صحيح ديال 2005 2006 2006 2007 كان. دابا الا بقيت ما تمشى تشراجا اش غادي يقولوا؟ يقولوا شكون السبب؟ هو بيضوطان هو اللي شوش على الفرقه هو اسمي انا باش نحيد داكشي كامل. مشيت للماس دابا في الماس اول ماتش ديالي فين؟ في تطوان مع ابرون اللي ما تفاهمش معايا وقال لي كنتي نجم ماركيت عليه جوج. بدايه الرجاء كيخسر الماتش اللي من بعده كان ماركي، الماتش اللي من بعده كان ماركي، شديتها سيريه بحال حييت من جديد. داكشي علاش انا ما ننساش الخير ديال المغرب الفاسي التالق ديالو وديك المدينه الناس ديالها اللي احتضنوني. تصور واحد مشجع شهير صعيبه من حياتي راه بحال تمت ولاده جديده ديال مصطفى الفار رجعنا ليه عاوتاني. وكان ديك الساعه الرئيس بن وحود والله العظيم الى من الناس اللي ما نساش الخير ديالهم. وديك الساعه عطفات عليا الكره، تما كتعطف عليك الكره وكيجي مثلا كتربح شي مات وزيد شي 1000 درهم السي بن وحود. جاتكم اسيدي فهمتيني. دونك انا واخا ماشي ود الباص ولكن كيكون عندك الوزن ديالك كتماركي ما كيقدروش يخسروا عليك. وشكون ديك الساعه كانوا لعابه في الماس اللي كعمر حسين بوريسي كان جناتي كانوا دراري في المستوى الكبير.